والله العظيم زوجي قد تركني بلا نفقة ولا منفق، والله على ما أقول وكيل وشهيد. بيجي القديم يجي القديم بقول لك أبصر بخطها وبيت الطاعة وبطلقها وبطلع لها شيء. شو هذا الحكي؟ مش سهل، شايفة؟ ما احنا العدالة والله. احنا لماذا لم تتعين المرأة في القضاء الشرعي؟ بحكم العادات والتقاليد. مين اللي وضع العادات والتقاليد؟ في مجتمعاتنا الشرقية العادات والتقاليد أصبحت أقوى من الأحكام الشرعية. وأن أحكم بين الناس بالعدل. It worries me to have Sharia courts. They were primarily male and they were very unjust to women. وكانت هي جريئة، قالت لي أكثر من مرة نريد نحن كالنساء أن نتولى مناصب القضاء كالرجال. هذا يترتب عليه مفاسد كثيرة لا تتوافق مع الأسس الشرعية. أنا اليوم بالقرن 21 مش ضروري أطبق إشي كان بالقرن العاشر. أمي قاضية محامي. قاضية أبوي المحامي. أنا ضد أن تكون قاضي، يعني لحالها تحكم في بعض المواضيع. قبل الإسلام المرأة كانت حقوقها مهضومة. المرأة كانت مهضومة. الرجل بسجن بين العقل والقلب عنده، فبتكون أحكامه أكثر صواب من المرأة. Interpretation of Islamic law is profoundly different. You can have a woman president in one country and women not allowed to drive in another. برا اتقاتلوا عندي لا. هي اللي متأثرة، هي اللي ما ذكرنا لها شيء الحصص، فهي اللي بتقدر ترفع الدعوة. زوجها سادي في علاقته الجنسية معها، فكيف تعطي تفاصيل هذا العنف لرجل آخر وهو القاضي؟ ما جرى مع القاضية خلود هو نتيجة لإبلاغها عن مظاهر الفساد التي كانت في القضاء الشرعي. إذا ما حققتش العدالة لنفسي مش راح أحققها للناس. صرت نجمي ضوت العيون نار وبنور حرف النور.